السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله جزء الادرينرجيك بلوكينج ايجنتس. بلوكينج ايجنتس بتشتغل باحد طريقتين، يا اما ادرينرجيك نيرونال بلوكينج ايجنتس او ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز. الادرينرجيك نيرونال بلوكرز دي معناها ايه؟ معناها ان هي بتمنع البايوسينسز او تمنع الاستورج او تمنع الريليز بتاع الادرينرجيك نيرو ترانسميتر اللي هو النور ابينفرين. طبعا في دراجز بتمنع البايوسينسز بتشتغل على خطوة السينسز، في دراجز بتمنع الاستورج بتشتغل على الخطوة دي، وفي دراجز بتمنع الريليز. لما هنيجي ناخد الكلاس دي هناخد منها بس اكزامبل على ادرينرجيك ريليز انهيبيتورز. تاني طريقة بتشتغل بيها الادرينرجيك بلوكينج ايجنتس ان هي تعمل بلوك للادرينرجيك ريسبتورز سواء الالفا او البيتا ريسبتورز، ودي طبعا بتتقسم لديفرنت سب كلاسز هنشوفها بعد شوية. هنشوف اول كلاس من الادرينرجيك بلوكينج ايجنتس اللي هي الادرينرجيك نيرونال بلوكينج ايجنتس. قلنا يا اما تمنع البايوسينسز، يا اما تمنع الابتيك والستورج، يا اما تمنع الريليز. هنشوف اكزامبل ادرينرجيك ريليز انهيبيتورز. دراج اسمه جواني سيدين، الجزء اللي بالازرق ده جوانيدين اهو، ايس يبقى فيه ايسايل، هو ايسايل جوانيدين، وده سبستيتيوتد على التو بوزيشن بتاع الايسايل الهيكسا هيدرو 2 اتش ازو سي نايل. يبقى هو عبارة عن هيكسا هيدرو 2 اتش ازو سي نايل ايسايل جوانيدين. الجوانيسيدين ده بيتاخد انترافينوس في علاج الهايبرتنشن، والمود اوف اكشن بتاعه ادرينرجيك نيرونال بلوكر انهبيت الريليز اوف نور ابينفرين فروم اتس ستورج فيسلز. مهم قوي نفرق بين الجوانيسيدين والجوانا بنز اللي اخدناه قبل كده. الجوانا بنز برضو بيمنع الريليز بتاع النور ابينفرين وبيعالج الهايبرتنشن، لكنه ثرو اكت ثرو اجونست افكت على السنترال الفا 2 ريسبتور، لكن الجواني سيدين ماهوش الفا 2 اجونست، هو بيشتغل دايركتلي على النيرف ويمنع الريليز بتاع النور ابينفرين من الاستورج فيسلز بتاعته. كمان الجوانا بنز كان بيتاخد اورال، لكن الجواني سيدين بيتاخد انترافينوس. اهو ده الجوانا بنز، ده الاستراكشر بتاعه اهو. هنعرفهم نعرف نفرق بينهم ازاي. عندنا الجوانا بنز بيبقى فيه جزء البنز دي اللي هي 2,6 دايكلوروفينيل مويتي اللي اسينشال فور انكريز ذا لايبوفيليسيتي تو كروس السي ان اس تو اكت على السنترال الفا 2 ريسبتور، لكن طبعا الجزء ده مش موجود في الجواني سي دي. ده معناها ان الجواني سي دي ده مش بيشتغل سنترالي على الالفا 2 ريسبتور. بوس طبعا يوزد فور تريتمنت اوف هايبرتنشن. هنشوف تاني كلاس من الادرينرجيك بلوكينج ايجنتس اللي هي الادرينرجيك ريسبتور بلوكرز، ودي طبعا انكلودنج الالفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز والبيتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز. طبعا بعضها اكت او بايند تو ذا ريسبتور ريفرسابلي اور والاذر بايند تو ذا ريسبتور ريفرسابلي. في عندنا منها تو سب كلاسز اللي هي الالفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز والبيتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز. اول حاجه اللي هي الالفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز.
تقسم لثلاثة sub classes حسب selectivity وحسب irreversibility. في أول sub class بتكون non-selective و irreversible alpha adrenergic receptor blockers، ودي class اسمها البيتا هالو القيل أمينز، منها دراج اسمه الفينوكسي بنزامين، ودي بيكون لها affinity للالفا 1 أعلى من الالفا 2. الكلاس الثانية هي non-selective برضو لكنها reversible، يبقى non-selective reversible alpha adrenergic receptor blockers، دي كلاس اسمها الإيميدازولينز، ودي منها دراج اسمه الفينتولامين ولها equal potency على الالفا 1 والالفا 2 receptor. الكلاس السب كلاس الثالثة من الالفا adrenergic receptor blockers بتكون selective على الالفا 1 وreversible، يبقى selective reversible alpha 1 adrenergic receptor blockers، ودي كلاس اسمها الازوسينز ومنها ممبر اسمه برازوسين. اول سب كلاس من الالفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز اللي هي النون سيليكتيف الريفرسابل الفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز، ودي بيكون لها افينيتي للالفا 1 اعلى من الالفا 2. هنشوف بقى اللي هي النون سيليكتيف الريفرسابل الفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز، وقلنا ان بيكون لها higher affinity للالفا 1 over الالفا 2، ودي كلاس اسمها البيتا هالو القايل امينز، ومنها دراج اسمه فينوكسي بنزامين. لو جينا نبص على الاستراكشر اللي تحت في الفريم ده، ده عندي امين، الامين دي substituted باتنين ار وي substituted بايسايل على البيتا كربون بتاع الايسايل دي في سي ال، عشان كده بنقول عليها بيتا هالو القايل امينز. طبعا الدراجز دي بتشتغل الريفرسابولي، ده معناها ان هيكون لها لونج لاستنج بلوكيد. البيتا هالو القايل امينز دي بتشتغل اندايركت ان فيفو، بيحصل لها اكتيفيشن انتو ازيريدينيوم ايون او ايسيلينيمينيوم كاتايون، ده اللي بيعمل الكايليشن لنيوكلوفيليك سايت موجود في الريسبتور. طبعا الالكايليشن ده اكزامبل من الريفرسابل رياكشنز واللي بتحصل ثرو كوفيلنت بوندنج. هنشوف كده ازاي بيحصل الالكايليشن. ادا عندي البيتا هالو القايل امين، بيحصل intramolecular nucleophilic displacement reaction، يعني سي ال بتخرج وتيجي اللون بير اوف الكترون اللي على النيتروجين يعمل اتاك على البيتا كاربون، يديني الازيريدينيوم ايون او الايسيلينيمينيوم كاتايون، ده الاكتف فورم اللي بتعمل الكايليشن لنيوكلوفيليك سايت موجود في الريسبتور. يجي اللون بير اوف الكترون اللي على النيوكلوفيل يعمل اتاك على الكربونه بتاعه الازيريدينيوم ايون، وتتفتح الازيريدين نيوكلاس وديني الريفرسابولي الكايليتد ريسبتور. طبعا الريفرسابولي الكايليتد ريسبتور معناها ان تكون كوفيلنت بوند بين الكايليتنج ايجنت اللي هو الدراج وبين النيوكلوفيل في الريسبتور. قلنا اكزامبل للبيتا هالو القايل امينز دراج اسمه فينوكسي بنزامين. فينوكسي يبقى الاستراكشر فيه الفينوكسي مويت، بنز يبقى الاستراكشر فيه بنزايل، امين يبقى الاستراكشر فيه امين. اهو ادا عندي الامين اهو اللي هو 2 كلورو ايسايل امين، الامين سبستيتيوتد ب فينوكسي ايسايل ميثيل وسبستيتيوتد ببنزايل، ده الفينوكسي بنزامين ديريفاتيف. الكلاس اوف بيتا هالو القايل امينز اللي منها الفينوكسي بنزامين، قلنا ان هي بتعمل نون سيليكتيف الريفرسابل بلوكيد للالفا ريسبتورز باي مينز الريفرسابل بلوكيد اوف بوث الفا 1 اند الفا 2 ريسبتورز. البلوكيد اوف الفا 1 ريزلت ان فازودايليتيشن، وير از بلوكيد اوف الفا 2 ريسبتورز ويل انكريز الريليز اوف نور ابينفرين. سبق واخدنا في الادرينو مايميتكس الالفا 2 اجونست، وقلنا ان الالفا 2 اجونست بتقلل الريليز اوف نور ابينفرين، اذا الالفا 2 انتاجونست او الدراجز اللي بتعمل بلوك للالفا 2 ريسبتورز هتزود الريليز اوف نور ابينفرين. النور ابينفرين ده هيشتغل على البيتا ريسبتورز اللي منها البيتا 1 اللي موجوده في الهارت، هيدينا كاردياك ستيمولانت افكت. طبعا الكاردياك ستيمولانت افكت انكلودنج ريفلكس تاكيكارديا وانكريز ذا كاردياك اوتبوت،
إذن الكلاس من النون سيليكتيف الريفرسابل ألفا أنتاجونست هتعمل حاجتين، هتعمل فازو دايليتيشن ديو تو بلوكيد اوف ألفا 1 ريسبتورز، وهتعمل ريفلكس تاكي كارديا أو إنكريز دي كاردياك أوت بوت ديو تو بلوكيد اوف ألفا 2 ريسبتورز ذات ريزلتد إن ريليز اوف نور إبنفرين. وطبعا نتيجة الريفلكس تاكي كارديا والإنكريز دي كاردياك أوت بوت اللي أسوشيتد مع البيتا هالو ألكايل أمينز ده بيقلل استخدامها في علاج الهايبرتنشن. عشان كده البرنسبال يوز بتاع البيتا هالو الكايل امينز اللي منها الفينوكسي بنزامين كان نون سيليكتيف الريفرسابل الفا انتاجونست انها يوزد مينلي ان تريتمنت اوف بريفيرال فاسكولار ديزيزز اللي بيحصل نتيجه سبازم ان ذا ارتريز اوف اكستريميتيز سبيشالي الفينيجرز، ومنها ديزيز اسمه رينولدز ديزيز. طبعا النون سيليكتيف الفا انتاجونست دي هتعمل فازو دايليتيشن وهتزود البلاد فلو للبريفيرال تيشوز. كمان بتستخدم في علاج حالة اسمها الفيو كروموسايتوما ودي بتحصل نتيجة تيومرز اوف ادرينال ميدل. الفينوكسي بنزامين ده بيتاخد اورال وبيكون ليه سلو اونست اوف اكشن طبعا لانه برو دراج، وبيكون ليه لونج ديوريشن اوف اكشن لاستنج فروم 3 تو 4 دايز، وده طبعا لانه اكت لانه بيعمل الريفرسابل بلوكيد للالفا 1 والالفا 2 ريسبتور.